زيرو. شكرا سيدي، كنعطيه التحيه ديالو وريقه تمشي بحال هذا تيتلاح هذا نيجاتيف، هذا زيرو. الا بغيت ندير تيست نيجاتيف كنبرك على خلي ديالي، خلي باش تعاود بها النيت الله يرضي عليك. بغينا نديرو له نيجاتيف نرجع دائما لبلاصتو، نبيكو على جوج كالمعتاد، واحد باس اوكي. حتى هو كيعطيك الحراره وما ياخذش منك الصوت بزاف، عبر الحراره الجهاز 22 دوغي صوت صافي طق دغيا تيعطينا ان او جي نيجاتيف. هذا كتسمى باسيف تيست. الى لا قدر الله عطانا بوزيتيف او عطانا واحد الرقم ما كنثقش بهذا الرقم، اون فوا بوزيتيف كنحط هذا ونجبد هذا. هذا علاش؟ هذا لان دابا ديجا السيد راه عندي داير جناح، ديجا راه ديالي دابا ورقته عندي. اش كندير؟ كندخل المعطيات ديالو هنايا، كيطلب معطيات هذا الحقيبه هذه راه لي كونيكتي ما بين ان كلافي ان اباغاي ديالو او اون امبريمون. علاش هاد الامبريمون؟ باش تعطيني دقة شحال عنده. مثلا اللي عنده 0.1 وفوق راه مخالف. كنكمل كنسحب له كنعمرو له المحضر اللهم بتيكي طالع الخراب مالامبريما. شوفوا هذه الدنيا راها مزيان واخا تدي فيها زيرو ولكن درنا دي تيست. هاد الورقة كتحمل بزاف د المعلومات. إلا شفتوا معانا عندك سيدي اومولوغي لو اللي هضرنا عليه قبيله، لان راه اومولوغي لان القاضي او وكيل العام او نائب وكيل الملك يشوف في النيميرو دو مواليس وفوقاش اومولوغ. ثاني حاجه لا داك الى اخره لي طالوناج لو تيست لا داك ديال المخالفه. المهم باش ما نطولوش عليكم المعطيات القانونيه للمحضر. ظروف الزمن والمكان والشخص موضوع المحضر. وكان ديك الساعه هاد التيكي كيتكرافو زعما المحضر وكيمشي للنيابه العامه. السياره كيتم التوقيف ديالها او لي موبيليزاسيون في واحد المكان اللي هو افوميير والمعني بالامر. الى كان قاد ماشي شي ايفرمور، الى كان ايفرمور طايح كنستعملوا سياره اسعاف او تنعيطوا على ضابط الشرطه القضائيه باش يطبق عليه ذاك القانون ديال السكر العلني والبين اللي هو يقدر يتعتقل فيه. راه اعتقلنا ماشي بغينا ندخلوا فيه. موني الله يخليك، هذا حمايته. اللهم يبات عندي في الكوميساريه ولا يمشي يدير شي مصيبه. وبالنسبه لي كان معاه شي راكي مثلا الزوجه ديال الاصدقاء ديالو عنده البيرمي نفس النوع ديال السياقه ديك المركبه يديها ما عندي ما ندير بها. يعني يقول لي طول الفيلم ما عندي ما ندير بها. وفي حاله عدم توفر هاد الشروط او هاد العناصر مثلا الزوجه والاولاد ما كاينينش كيتوفروش، لا كاينين ولكن ما كيتوفروش. ديك الساعه هذيك اللحظه تدخل السياره الفلانيه. وديك الوليدات كيفاش كتم الاجراءات؟ كيفاش الوليدات؟ ديك العائله اللي كتكون تما مثلا ونحاولوا نشوفوا عندك واحد القضيه هذا كيتعلق الامر بجناح الله يخليك واللي خايف عليه ولادو ما يشربش وما يهزوش معاه سكوند. ولكن هكا الدور ديال الشرطي هو تامين ذاك الناس. الله يجعل ما نوقفوا سيارات الاجره ونطلبوا منه ان يوصلوا اقرب نقطه امنه. ولكن كيبقى هذيك حيز ديال الشرطي ما بغاش يديروا ما طالبش من القانون غير هو اطار مد يد المساعده للمواطن. ولكن اللي خايف على وليداته ما يشربش. شربش وسوق به شحال من واحد تيقول انا اسيدي انت شربتي هز معك امك شي بانيه ولا باك عوار ولا لازم فهمنا. إن هذا هو بصفة عامة الآلات بجوج، هذا كيتباراميترا دو فوا باغون وهذا أون فوا باغون. كاين شي سؤال أنا راني إشارته. مرحبا بكم في الرواق. حفظك الله الضابط. السؤال اللي كان قبيلة تفكر فيه. قائد شرطة، قائد كومون، هاد الضابط، فين هو الضابط؟ هذه رابطة ممتازة، هاد الضابط راه. ما تنضحك معاك، هذا راه في إطار إشارة باش تعرفوا ليكراد ديالنا. مرحبا. هادي ارضيه حيدها حيدا اتفق راه غادي نشتري راه تنشتري وما عندنا نكربلو حنا فيه. هادي في اطار المواكبه ديال ضبط ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذا في اطار تخليق المرفق الشرطي. حنا بدينا الان بعناصر المرور خاصه المتنقلين نظرا لضعف الامكانيات، ولكن ان شاء الله عما قريب غادي يتم التعميم ديال هذه الكاميرا على جميع الدوليات العامله بالشريعه. هاد الكاميرا ان اوبليغاتوار مو كتخدم حصه ديال العمل تقدر تمشي حتى 10 السوايع وكتسجل جميع الانشطه ديال المراقبه ديال الشرطه. فهمنا بدينا بالاخوان ديال المرور لانهم هما الاكثر عرضه وعلاقه مع المواطن، ولكن من بعد ان شاء الله راه هذا غيتعمم على جميع الشرطيين بحال كما كتشوفوا انتم في الولايات المتحده الامريكيه. السيارات بكاميرا كاميرا الاخوان ديال الدرك تاعهم معدود. حنا غاديين في هذا الاتجاه هذا يعني الحمد لله باش زعما
كاين لا ساتيسفاكسيون، حنا نقولوا حنا راضيين على العناصر ديالنا، عطاو كفاءه، غير لو فيت انه يحمل لك هذا الشارو خدامه كتجي بيان سور. راه كاين عندنا واحد المكتب اللي كيراقبها دقيقه بدقيقه، وكيتم التفريغ ديال الكارت في الميموار في البي سي، وعاود ترجع باش ياخذها الزميل ديالو. إيه هي كما قلتوا في المنطقه ديالكم ما كايناش، نظرا لان غاليه، وان شاء الله ابتداء راهم يزيدوا ان شاء الله، ملي غيجينا البيجي من الوزاره عاود نزيدوا تنعمموهم على كلشي. لا كاين لا شوف 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 هذا اتجاه موحد. حنا كنخدموا تحت قياده موحد، في ماجيستي قال لك الشبابيه ليكولاك ديال الدرك الحمل الوطني غادي في هذا الاتجاه، جيني غادي في هذا الاتجاه، ثق بيا ماشي مثال. نعم اسيدي. عندي واحد التساؤل جزاك الله خير، ما يتعلق بالمشاة او اللي تحدثنا عليه قبيله، جهاز كيسرها الفترات ديال الراحه. ديسك المشاة او لاباري كتسمى لو كرونو تاكيغرا. يعني حنا كنعرفوا الجهاز تابع للمركبه على حسب المالك ديال المركبه، هو اللي كيتكلف بالتجهيز ديال المركبه ديالها، ولكن ديك الورقه ديال التسجيل اللي كتكون السائق هو اللي معني بها كيسجل فيها المركبه. ولكن في حاله مثلا ديك الجهاز اصيب بعطب او ديك المركبه ربما وقع شي خلال ولا ما كت، يعني فالسائق هنا كيكون ملزم انه كنعرفوا هادشي راه هي لا هي الجانب القانوني راه غادي ياك انك عارف، غير هو باش تعرف واحد الثانيه بالنسبه للنقل العمومي للبضائع او الاشخاص زوتوكار الي كاميون، هادو نص قانوني مفروض عليهم يثبتوا قبل النشاط. واخا يشري كار دوبل في كاميون دوبل في قبل ما يبدا النشاط ديالو خاص يتركب هذاك الجهاز. الجهاز كاين دو تيب دو كرونو تاكيغ، جهاز قياس زمن السياقه والراحه. هاد الجهاز هذا تيعطي او النص القانوني تيقول لك السائق ما خاصوش فيه 9 سوايع السياقه متزامنه، إل دوا تاتر انتربوزي دو فوا 45 مينوت 45 مينوت، فهمنا؟ إذا هاد 45 دقيقة 45 دقيقة في هاد 9 سوايع راه كاين كتبان في الديسك، كتبان غير هو كاين واحد الجهاز جديد. حنا راه درنا واحد الاجتماع بالجهاز المستشاري حضرة الفيدرالية الوطنية للمقاولات في المغرب، وطلبونا بالجهاز اللي هو رقمي أولا لو كرونو تاكيغراف نيميري، لأن المغرب مازال ما عندهاش المشكل. خاص عرف واحد القضيه هو ان النقل العمومي للاشخاص والبضائع كيراقبوه الدار اكثر منا. علاش؟ حيت كيربطوا ما بين المدن، حنا لداخل قلال اللي كيدخل عندنا، وربما غنراقبوا غير جهه المحطه الطرقيه الا بغيت نراقب. واكثر من هذا انا الكاميون والكار ماشي في الاولويات عندي في حوالي الصيف داخل المجال الحضاري، ماشي بحال لا 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 ولكن السؤال ديالك حتى انك نعم هو غير باش نعرف ان هذا كيتسمى لو كونتراكت انالوجيك اللي عندنا حتى الان هو ذاك اللي يعني اللي فيه الوريقه. اول حاجه ملي كيطلع طلع السائق خاصو يحط الديسك ديالو جديد تيست عليه وكتبدا العمليه. الى صاب الجهاز بعطب اثناء الطريق اما ممنوع عليه يقلع الى ما كانش خدام، ولكن الى تبت لينا ان في المراقبه الطرقيه ان جهاز اصاب عطب اثناء الرحله عنده الحق هذاك السائق يحلو ويعمر معلومات بيد داكور المعلومات على اساس اول نقطه المراقبه كندير ليه المخالفه ديالو حاله عطب اوبليغاتوار مو خاصو بحال مثابه انذار باش يدخلو اكثر من هذا كنسيفطو لوسخه لوزاره جزء النقل اللوجستي مندوبيه يعني محليه اللي كاينه في المدينه كتراس الشركه كتقول لها واش تركب الا تركب تعطينا ما يفيد انها مركب وصالح وفي ظرف لا يقل عن شهر، لان لم تثبت ان هذاك الناقله او المركبه اللي سجلنا لها بانها في حاله عطب وطاحت عند نقطه مراقبه اخرى وهي في عطب مباشره الحجز كتعتبر جنون. ولكن هنا شكون المعاقب في هذه الحاله؟ واش مالك المركبه ولا السائق المستعمل ديالها؟ لان شوف ملي كيتم التوقيف ديال المركبه الكار او كامل راه عقاب مباشر من الشكار مول الشركه. اما هذاك السائق تيقول لك اودي انايا قال لي خدم اش غتقول له؟ ولكن ثق بيا ولكن كنقول لكم تجربه راه غير كنقولوا في الراديو دخل الشاحنه لفوريان وقبل ما توصل لفوريان راه الشركه كامله كتجي كتبيع عندك الجرائم حيت عنده ضايع في الوقت في الخدم فهمنا. ولكن العقوبه كتنزل على المسؤول المدني اللي هو مالك ماشي صحيح. ولكن في حاله السائق راه خصو يلتزم بالتسجيلات اليدويه تماما انا بغيت نفصل معك شي العطب اما بالنسبه جي اكثر من هذا خاص الى زقل غير واحد الساعه ما عمرش
كتبقى على تقدير وكتحمل الرخصه ديال الزوج كتولي المسؤوليه ديال الصاحب. اذا اللي فهمنا هو السائق مسؤول على تقييد ديال البيانات ديالو. نعم والجهاز كيبقى على مالك المركب هو هو مسؤوليه المركب المشرع يعني في الصرف شريطه الالتزام وحتى النص القانوني جد واضح. بالنسبه للناحيه القانونيه فيما يخص كاميرا المراقبه المثبته داخل العربات الخفيفه يعني الناحيه القانونيه في هذا كاميرا المراقبه يعني المثبته في مرايات العربه بالنسبه للعربات الخفيفه ديال المواطن العادي ما عندنا بها حتى علاقه. ولكن في بعض نقاط المراقبه يقول يعني تجد ان بعض نقاط المراقبه كيقول لك كما منع تصوير يعني حواجز للمراقب. انا نقول واحد القضيه وانا مسؤول وانا مسؤول على ما اقول امثل المديريه ما كنمثلش راسي بوحدي امثل المديريه على المواطنين. ليس هناك نص قانوني او اي دوريه وزاريه كتمنع انك تصور اي نقطه والدليل اننا كنخدموا في الشارع العام بالزي الرسمي. الخطا او الممنوع مثلا في حاله مثلا السريه ديال التحقيقات كيداروا في بيرويات مسدودين مثلا انا واحد الشخص كنقول انا مثلا ارهابي او عندي سلوك منحرف انا كشرطه قضائيه ما غاديش نطلب في الشارع. انا عندي نكمل هضرتي ندخلوا لواحد المكتب نسد عليه ودير سيريه تحقيقات في اطار تحت اشراف النيابه العامه. اما العمل ديالنا عمل وقائي قبل ما يكون ززرق غير التواجد ديال الشرطي بالزي الرسمي علاش حنا كنختاروا السيركيلاسيون طوال ياك عجبونا. اول حاجه القامه باش يكون فيزيبل سوغ لا فوا بوبليك. ثاني حاجه ان حتى الحركات اليدويه ديالو كتمكنوا ان المستعمل تاعي يفهموا صح بلي تيديرها راه طويل ماشي بحال قصير طويل راه قاف قاف بلي كيديرها وتيعني السياره حتى القامه ديالو كتلعب دور. تجي كيهبط يدو تيقول لي دخل ولكن باش تقول لي سيارتك اخويا هذه دير فيها حتى 20 كاميرا بالنسبه ل ولا وقال لك شي شرطي ممنوع. انا وقعت معايا انا وقعت معايا في الدخله ديال شفشاون زيد براج المراقبه درت فعلا بورتابل فيكس كنصور يعني التراجي ديال الطريق كامل حتى لقيت سميتو قال لي راه ممنوع. قال لي راه ما منع وفيها المحضر دخل لمدينه تفشاون وسير عند رئيس الامن وقول له قال لي اش قال لك من قال لي الحمد لله راه كاين واحد البارج ها هو عند الممتازه هذا الممتازه اللي شدات بالزنقه وما عجبكش الحال راه سميتها يدير شكايه في اطار الشبابيه زيدها على الكاميرا راه ماشي درناها باش راه باينه بوليسيه تبارك الله. انا شخصيا وقفت هذا من اجل الشفافيه ونحن كنعملوا في اطار القانون. وحنا تساؤل الرئيس على سيارتك عندك ثاني الصلاح يدير حتى 10 الكاميرات ربما تبدا غير هو اسمح لي غير باش تعرف كاين شي حاجه سميتها مثلا كاين اشخاص مواطن ما تصورلوش ولكن الشرطي بالزي الرسمي ديالو خدام ولكن مثلا اذا لقيتيها هي مثلا في الحانوت سيفيل كتقدم دارها ممنوع ممنوع هكا ممنوع تابع قضايا ديالها ولكن بالزي الرسمي رانا اشاره مواطن هي كتخدم المواطن صورها ولا شغلوا هذا يعني هي عارفه راسها عندها اطار قانوني خدامه فيه راه ما تجيوش دير اللي بغيتي. حيت مؤخرا كانوا الجرائد بعض الجرائد الالكترونيه داو له واحد الخبر ديال اداره الحموشي وهذا كتجر كل من خذا الهاتف مثلا وصور شرطي وصور الحوار ما بينه وما بين شرطي ديال الطريق اثناء المراقبه. شوف هذا ما تم تداوله جا في اطار واحد اخر لم تدخلوا خصوصيات كانت مشاكل ديال الشارع العام كان كما تقول مشكل اجتماعي كانوا تدخلوا لها الشرطه اللي شحال من واحد اولى فهمنا جات واحد اللحظه ان حرب الصوره حرب الصوره حتى انا نحارب انا مثلا عرفتي ذاك اللي كيقول لك ويل للمصلين وحبسوا اللي واقع انا السيد قلت له مثلا طاطاطات غادي نفعل لك خلى داك طاطاطات اللي فيها القانون ومشى صورة بوحلوج قال لك غنفعل لك الشطط استعمال السلطه والمصيبه الكحله والبوليس نو هذا الشيء علاش هذا الاطار دخلنا. اما اذا كان انا كنهضر معكم الان علاش تصوروني؟ خاصكم تصوروني حيت هذا واحد الاطار صحافه كيمثل الصحافه عنده باج كيهضر معايا فهمنا عارف ان هذاك الشيء اللي غادي يتصور غادي يتخاد وغادي يتم من اجل تحسيس المواطنين باش يفيد المجتمع ديالهم ماشي بحال واحد الشرطي مسكين راه واقف مانع السير في واحد النقطه او واحد المظاهره ممنوعه بالقانون وكنجيبوا العناصر ديال المحافظه على النظام ونمنع واحد الشانطي وانا تنتعافر واحد تيصور خاصو يتسناني شنو نقول بحال كنستفزو
استفزاز اكثر من هذا. الشرطي الاول والاخير في خدمه انسان وتوا مواطن طاقه واحد طاقه تحمل. ما تنساوش ان راه خلا مرته مريضه مو مريضه ولدو فيه السخانه يا ربي تنزل ما تنزلش راه مول الكريدي كيدق او مول جهه يدق برك ليا. هذا راه بنادم هذا الشيء تسوى والابتسامه ولا التغبيشه راه كتخفي واحد الانسان داخل انسان داخل. اذا هذا الانسان نقربوا منه ونحترموا وهو يخدم في اطار قانوني ولكن ماشي انا يا ها هو دابا شاد البارير والغوات وعرقان والرئيس ديالو من الفوق دفاع ورونا تجي دير غير كلمه يا ربي يقول كلمه خايبه باش ندير البول نو فهمنا. هذا هو الاطار اللي تبنعت فيه. اما السيد ديال الكاميرا الان في اسيا خرجت واحد الظاهره اللي كتعرفوا هو كيبقى يتلحق على سيارته كاين كاين تفاهم معايا باش راه في اسيا واسيا اللي اسيا الجابون لاكوري اش داروا هذوك اسيا داروا ديك الكاميرا اللي كاميرا هذه وغادي مع راسها فعلا هذا كان فيديو الدور في الفيسبوك ديال اون فوا كتخدم مثلا نهار وتمسحنا في الشهر هذيك باش الانسان يحمي نفسه. لهذا اسيدي انا ما كاينش شي نص قانوني حسب علمي كيمنع تركب كاميرا ولا جوج في سيارتك كتصور الشارع فهمتيني. اللهم الا كانت خصوصية مثلا كاين واحد الوقت اللي ممنوع تصور فيها علاش؟ لان غير على ود المسائل الامنيه امنيه عشان نصور غدا نجي نقلب ندوز ندخل هادشي علاش ممنوع تصور فهمنا. السيد الاخر احترامات احباسك ممثل الاتحاد الوطني للمهني والسياحه في المغرب ارتباطا بالسؤال اللي كنت نقول الاستاذ عبد الكريم انا غاطح لينا في النفرار 4 مليون غير هذا غير هذا ارتباطا بالسؤال اللي طرح الاستاذ الباحث السيد الخضر ما يخص التيغراف اللي كيكون داك المشكل خلو تيغراف اللي كيوقع المشكل بالنسبه لهذاك السائق كنقول له ريسبونسابيلتي كتعود على صاحب الشركه لا ريسبونسابيلتي لا كان العطا لا كان العطا انا كنهضر على التحديدات وبين باش نجيكم من الاخر ان شاء الله في الدوزيام سيمستر 2019 غيدخل نيميري كتهنا من هادشي كامل غادي نحيل كامل على سؤال اخر اللي هو مرتبط به اللي هو في التيغراف ولا المشكل اللي كيوقع بالعربات اللي كنحسو كنلمسو ان المواطن تيقول له هو ان كاين واحد الغياب ديال ما يسمى باسلوب الانذار عند الشرطي المغربي. شنو هو؟ اسلوب الانذار. كنعرفوا بان الشرطي في الماء كيكونوا شي اخطاء اللي خصو يجي فيها انذار. حنا كنلقاو بعض الاخطاء الجزر كنعرفوا ان العقوبه الجزريه. شوف سمك الله. نعطيك كاميرا عبد اللطيف. سي عبد الله كمل. عبد اللطيف. نعطيك صوره كيكون واحد البون فلامون سيكيلاسيون بحال هكا دونك الكوندكتور يقول لك باش يدير واحد المخالفه. لو طون اللي كيدير فيها هذيك المخالفه كيكون الجزر مباشره مع عند الشرطي ما كيعرفش ليها هذا المسار حنا كنعرفوا ان الشرطي صباح النور كاين عام بخير صباح الله يبارك فيك كملتي السؤال ولا لا؟ عندك واحد القضيه الشرطي عنده نفوذ قانونيه ليس مطالب باعطاء انذار من الاخر انا سيدي حزام السلامه ما ديروش من حقي نسمح لك وعندي الهامش ديال نقول لك الله يهديك هذا حزام السلامه كما قالت الاحصائيات ان كيخف على 50% امكانيات الوفاه عند الصيدة مزيان وما عجبش حرام قيد عندي ترسانه قانون ديالي وانا عندي لاحظت ناخذ مثال فرنسا ما تكاش على لاباري طلعت كرسي بالنسبه لفرنسا خذوا التيسع ديال المحل ديالكم ولكن عيطوا على الكرسي جلسوا انا معاك لكن الاجهزه المراقبه ما تكاوش عليك لان راه تخي تخاف راجل. المهم فرنسا كاين واحد نوع العقوبه اللي سميتو لو غابيل على لوا. شنو تغابيل على لوا؟ مثلا واحد السائق دار اول مخالفه ديال السيقه تحت تكتيك شداته نقطه المراقبه ديال الشرطه تيقول له صوت بوزيتيف الى اخره عندهم ذاك اللي كينقيد كينقطوا هذيك المراد ديال بيرمي كيتنقط لواحد الجهاز عندهم في السياره يلقاوه اول مره دارها ما عندوش العود اش كيديروا كيعمروا له محضر تيقول له الرخصه ديالك عطاها في المحكمه هذه السيمانه هذه غتمشي عند الجوج فلان فلان عندك حصه مع 10 دقائق خدام مع 9 دقائق اش كيدير؟ لو غابيل على لوا ملي كيمشي هو راه بحال كونفوكي راه كيديروا في المحكمه كيدخل عند القاضي القاضي كيعطيه العصاب الهضم تيوعيه علاش؟ لان هما بالنسبه لهم العقوبه اي ساتيو كتعرفوا نتوما حتى التقدم الثقافه كتعرف يعني ما بين المجتمع بعض المجتمعات راه كاين واحد الاختلاف في الثقافه والوعي هذا المجتمع الوعي كيمشي عند القاضي قبل ما يخرج كيبكي هو داكشي اللي كيعطي الانذارات اللي كيعطي القاضي وفي الاخر تيعطيو القاضي في الخط الميديا او ما خلص لا ضيع واحد نص نهار من الفوق وسمع الهضره الخايبه من عند القاضي. اما حنا عندنا بالنسبه كما تنقولوا حنايا سياسه الانذار حنا كنحبدوها انا شخصيا تنحبد انا وقف ولكن في مخالفه بسيطه السيد انايا غادي مضوب ليا في فيراج وعنده لين كونتيو انا بغيت نقتل عباد الله واش انا نجي ونلقى ان كاميون غادي ليا في سونس انتيردي نضرو
واش بلاكه ديال انتيرديك قدام الدخله ودايز فيها ويقول لي لا سمح لي مثلا التليفون شافني حطو انا راه عايد وقفو شوف الوثائق ديالو هذيك الشريف التليفون ممنوع الرجاء يرد البال ماشي مشكل ربما غادي تفيد درس داك السيد اللي ما خرجش داك 500 درهم حزام السلامه ميم شوز اللي هي مسائل اللي خفيفه وليد عنده 60 7 سنين يعني القانون تيقول لك اركب الاطفال دون 10 سنوات حيت وليد اجي اشتري ارى الوريقات هما الاولى اللي ناكد الوريقات مزيانين اشتري بس الوليد ما خايفش عليه راه ولدك هذا وعلاش عندك الولد قدام ديروا له اللور ديروا له واحد السياج عاودوا له هذا انذار ما تقول لي فيك يعني ولكن حارق الدور الحمر ما مفروضاش عليك ولكن انا نديروا المخالفه نسجلوا بوقع داك الولد او لا التليفون سجل هذا اللي بغيت من الولد الانذار ما عندناش في القانون ولكن كاين مجتمعات اخرى داخل سياسه الانذار ولكن المره الشيء ديالو راه الثاني كيتسجل بدون كنقولوا حنا تخفيف حيت اللي مخالفه كامله الانذار حنا كنحددوا كنقولوا العناصر علاش بغينا نعاودوا نتواصلوا مع المجتمع عرفت على ذاك الهامش ديال الشرطي الامن كيقدر ان ياخذ له واحد المسافه عند الموتي يقدر يسمح ليه تماما فهاد المسافه راه حتى الثقافه راه كاينه شعوب بحال فرنسا بحال هنا هادشي اللي كاين كاليفورنيا درنا لها واحد الزيره في اطار تبادل التجربه لقينا هاد الثقافه ولكن راه ما كيخدموهاش هما في البار قليله كيجي شي بوليسي ناشط على الصباح ما عندوش كيتشد اما نورمالمون قانون قانون ولكن في المغرب لا لسنا مطالبين بالانذار قانون بنت لي بان لي انا خطا اجي اكثر من هذا انا على قمه التحمل ديال العلماء الوطني كنت قائد ديال مدينه سهل كانت تحت الامره ديالي اكثر من 46 شهر راه لا ثاني بدينا نبعد الضربين بعض المرات كنهبط كنشوف العناصر في اطار المراقبه وإذا ما كانش عندي شي مهمه امنيه ولا بيومتريه ولا بدا كنوقف السيره ديالي في اكبر مداره وكان ازر داك الشرطيين معايا هما خدمين ولا تنراقب بان لي شخص ما احترمش علاماتك تنقول لكم كملوا خدمتكم تنوقفوا كنشوفوا الوثائق ديالكم انا هذه كنعاود لكم وقعات صار صح صح تيبكي ويعاود تيقول لها الوليد عندي فيه الحراره كيموت كنزرب له ديال الصبيط تاكدت من الصلاحيه دوري عرفتي سوق الضرب كل شيء كانت تقدر تقتلو كما ما توصلوش للسبيطار ديك علامات قفر ديال المره البال المره شي شيء الا السيد ولدو مريض في حاله كما تقولوا حنايا حاله اكراه القصور ولكن واحد غادي يحرق لي الضو طرق لي الشعبي في الطوموبيل مستهتر سائق مستهتر نتيني ما مسوقش القوانين والنظم دير حيلة تسوى نعطيها عندي اليقين والله ما تسامح له انت نتيني ولكن بصفة عامة الشرطي عنده الصلاحية عنده واحد الهامش ديال 10% حتى انذار ولكن في اطار واحد المجموعة ديال المخالفات اللي هي بسيطة ولكن هذوك البسيطة يقدر يكون خير قانون ويقبلوا محمد فهمنا واحد التساؤل الاخير الى مازال ما فطرتش عيبا التساؤل الاخير مرحبا مرحبا انا كنعرف السي بوحلوش على انه عدم الامتثال للاوامر الصادره من قبل الاعوان ديال المراقبه هو في القانون المغربي جنحه جنحه تمام جنحه لكن كاين واحد مساله واحده اخرى هو انه القانون المغربي ايضا لزم على اعوان المراقبه انهم يكونوا حاملين شارات خارجيه ظاهره يعني اللي انتم كتعرفوه تحميل لا ولكن مزيان قلت البارح انا كنت اسير رئيس المدونه يعني 2005/5 اللي هي الاولى ديال 2010 اول مره نعرف المغرب واحد الترسانه قانون بهذا النوع قبل كانوا عندنا غير النصوص كيهضروا بصفه عامه والنص والنصوص القانونيه او القرارات التطبيقيه اللي كتشرح القانون ولكن هذه المدونه ديال 2005 وليت عند 3/2016 فيها 318 ماده الماده دخلت لنا صلب العمل ديالنا كشرطه او كالاجهزه المراقبه الطرق الماده 190 اش كتقول؟ 92 3 190 كتقول لك شكون هما اللي عندهم الصفه ديال المراقبه الطرق هما الاحوال الثانيه تيقول لك شنو هي المهام ديال المراقبه الطرقيه هي ضبط المخالفات واستخلاص الغرامات مادة 192 جد جد مهمة هي كتحدد شنو هما الشروط القانونية باش تسمى مراقبة قانونية رقم واحد الزي كما قلت علاش الزي كاين ثلاثة ديال يعني بين قوسين الزي اللي غتلقاو في الشريعة الأمن الوطني داخل المجال الحضري الدرك الملكي خارج المجال الحضري والأعوان ديال المراقبة الطرقية التابعة لوزارة الشؤون النقل والجسيم كيكونوا غالبا في باحث الصناعة أولا في ما بين المدن كيكونوا عندنا بعض المرات كنرحبوا بهم نجيو جيت المحطه الطرقيه وجيت للمارشي دكرو لانهم تيضبطوا الحموله وتيضبطوا ما كل ما هو مهني. ثاني
حنا المهني ما عندناش الاسباقيه نجيب جوج واضح حنا بور لانستو كاع السائق المهني اللي هو الطاكسي ولا الكار ولا كاميو داخل المجال الحضاري نسبيا منضبط ما عندناش معاه مشكل من الاخر الاشكال كاين خارج المدينه الصبحه الى غيره الحمد لله بون الزين الرسمي كالزاميه للمراقبه الطبيه ملي كيكون هذا ثاني حاجه حامل الشارع زين ثالث حاجه لا بريس لا بريسيناليزاسيون او التشوير القبلي نقطه المراقبه ملي حاجه شويه اللي ماشي مشكله ما دوزش هذا الرادار في المدينه ما تستناش تلقى البلايك خفيف باش غنشد ديلا خفيف لان التشوير هو في حد ذاته التشوير في المدينه كاين 60 كل بلايك فيهم 60 ولكن مراقبه تحت الكحول تكون عندي النقطه ديال التشوير خفيف 40 20 قيف وكنديروا هذيك ليكون او ديك المخاريط باش نديروا ان بيتي كولوار دو كونترول باش نحميو الشرطي ونحميو المستعملين الطريق من داك القضيه فهمنا اذا الشارع والتشوير تاك داكور ملي غتقول لي نتايا هذا السيد هذا في هذه الشروط القانونيه كامله في الماده 190 191 192 وتجي انت ويعطيك هذيك اللعبه يعطيك اشاره وقف ما وقفتيش جمعه بين لان يعني الشخص ما تمتثلش الاوامر تمتثلش عدم الامتثال اوامر اعوان المراقبه اما كاين واحد الاطار واحد اخر اللي هو بعيد علينا شويه لو في اطار الشرطه القضائيه مثلا انها مثلا لقات واحد جانح او شخص يقلبوا عليه مبحوث عليه غاديه السياره ديال الشرطه القضائيه اللي هما سيفيل كما كتعرفوا تكون سيفيل وغاديين واحد القهيوه في التراس جالس واحد هذاك هو البزنس مان مشيو عنده تيني خاصهم يقدموا راسهم شرطه قيف الا ما قدمش راسو وهرب ليهم او دفعهم وجاب الشهود بان راه ما قدمش راسو ما كيسالو والو لانه يعني سيفي جا كيطلع الكرس بردي بعض المرات بحال مثلا في 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 احتفالات راس السنه كيكون واحد الانزال الامني كما كتعرفوا من اجل تكميل المواطن كنعطيو لهم الجيني الناس سيفي انت شوف كيلبسوا الجيني تجيلو السبرديله والمينور والارمورات والجيني اولا البراصه هادوك راه اشارات خارجيه كتفرض عليك الامتثال فهمنا هادشي يعني جنحه يعني في حدود يعني تعتبر جنحه اذا كان يستوفي الشروط اذا في حاله عدم استيفاء شرط من الشروط الى هذاك داك المستعمل الطارئ ثبت ان الشرطي مثلا ما دارش الباج ديالو اثناء الثقب او ما دارش الصدى ديال التشوير من غير السرعه او ما دارش الزين ديالو الى ثبت حنا هذيك يقدر يربحنا قضايا ولكن اذا كانوا الشروط ثلاثه كاينين وعطى الاشاره وما وقفش والجنحه عنده يقدر يتم الاعتقال ديالو في لا اللي بغيت لان واحد الشخص اللي ما امتثلش ليا وانا في المراقبه تيقول لي راسي راه الجبته راه خاطف شي واحد الحشيش السلاح كل شيء كيجيني في راسي اي هذا كيبقى الباب مفتوح وكنزيد في ورقه القضيه راه الله يكون الشرط تاعهم شنو ذاك الوقت تخيل ما وقفلوش ودار واحد المجهود ووقفوا يقول السيد غيجبد عليا سلاح لان واحد عنده جبته في السياره غيقول لك انا بيرمي ما يخليكش تخرب له السياره عنده اسلحه او فهمنا هادشي اللي كاين الله يجزيك خير حفظك الله وشكرا بزاف على الضابط راه تبارك الله توفى المستقبل